كان هذا فيلم هجولة للمخرجة السعودية رنا جربوع، ومخرجة الفيلم معنا هنا في سينما بديلة. رنا أهلا وسهلا بك. مرحبا. الفيلم ملفت، موضوع التفحيط كما يسمى في السعودية ليس موضوع جديد، يعني هناك حديث عنه داخل وخارج السعودية دائما، ولكن ربما ما قدمه الفيلم كان جانب مختلف للتفحيط، ليس جانب وعظي إلى حد كبير، هذا ما أردتيه صح؟ أول شيء كان حيكون فيلم عن الجرافيتي في السعودية، ومن ضمن الموضوع الجرافيتي كان كلمة هجولة كنت أشوفها على الحيطان في السعودية، فكنت راح أعمل فيلم عن الجرافيتي ومن ضمنه الجرافيتي تبع الهجولة. كنت تعرفي ما هي الهجولة؟ طبعاً بعرف إنه في معنى للهجولة، إنه التجوال بلا اتجاه ولا بلا هدف، بس في كمان معنى ثاني للهجولة اللي هو تفحيط، اللي هو اسم للثقافة الفرعية اللي هي مخصصة للتفحيط، ويعني طبعاً من ضمنه إنك ممكن تكون تروح تشاهد التفحيط أو تصور التفحيط، ويعني هو من الثقافة عموماً. فكلمة هجولة نفسها ألهمتني من الحيطان طبعاً، من الجدران، بس كمان كمعنى تجوال بلا اتجاه، لأنه حسيت أنه أنا كمان وأنا عم بعمل الفيلم حسيت أنه أنا كمان قاعد أصور وقاعد أتمشى في المدينة بدون اتجاه. فهو راكان اللي هو الشخصية الرئيسية في الفيلم، هو يروح برا المدينة عشان يفحط، وعلاقته مع المدينة برا المدينة، أنا علاقتي مع المدينة جوا المدينة، بحاول ألاقي المدينة وأحاول ألاقي نفسي في المدينة. ففي معنى هجولة راكان وهجولتي أنا، وكمان هجولة المدينة، مدينة الرياض اللي هي عم تتمدد إلى أين، إلى متى. الرياض يعني مع كل المشاكل اللي فيها، مع كل الصعوبة إني أنا أحاول ألمس المدينة، اللي هي ما هذه هي كمان رسالة كانت في الفيلم، إنه المدينة ما هي ملموسة دائما، يعني يا إني أنا أكون علاقتي مع المدينة من خلال الشباك أو يعني بالمولات، ولا وحتى لو رحت مشيت في الحواري يوقفوني يقولي أنت جابك لهالحواري، وهذه صارت معي. تنوين إعداد فيلم طويل عن نفس الموضوع صح؟ نعم. ليش؟ 21 دقيقة ما تكفي. أنا عملت الفيلم عشان كتحدي، هل ممكن أنا أروي قصة عن مفحط لا يمكن أني أنا أقابله، هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ فشفت أنه ممكن، كان في هدف إظهار العنف الهيكلي اللي في المدينة، اللي هو ينظم علاقاتنا الاجتماعية وينظم حياتنا اليومية. بأي معنى العنف الهيكلي؟ أنه أنا مثلاً ما أقدر أطلع برا بالسيارة وأمسك الكاميرا وأصور، ولا أروح أتكلم مع أروح للأماكن اللي فيها المفحطين. ففي زي في تنظيم لعلاقاتنا الاجتماعية في المدينة. طيب رنا، أتمنى لك التوفيق بالفيلم القادم طويل. شكراً. وشكراً جزيلاً لك. شكراً، تسلم.